دقيقة دقيقة ما شوي خل يا شوك. جاهزين نحول حق بو محسن. اليوم بو محسن بيتكلم لنا عن شركة أوديز أويل ووكس وبعد شنو عندنا الووكس والبتر والأويل نفسه وعندنا الألوان. ما بيتكلم عنها اليوم بس نتكلم عن الاختلافات بين الباتر والأويل والواكس. شنو استخدامهم وشنو طريقتهم. بسوي تجربة سريعة خفيفة. بعدين بننزل فيديو مفصل على اليوتيوب في شرح كامل. يلا على أبو محسن. طيب أول شيء حياكم الله شرفتونا. أول نقطة كلها يسألوني عنها شنو الفرق بين الأويل وبين الواكس وبين اللي هو الديب بنتريتنج أويل والباتر. في البداية هم تقريبا تركيبتهم واحدة. بس اللي يفرق الكثافة، يعني كثافة الديب بنتريتنج مثل ما تشوفونها سائلة خفيفة، فإذا استخدمت على الخشب يتغلغل فيه أكثر ويدخل في المسامات أكثر وأكثر ويقفلها. في ناس يحبون يستخدمونه مثل البيس كوت من الوجه الأول بعدين يحطون الأويل العادي والواكس، وممكن هو بنفسه هو فينش، يعني ما تحتاج إنك تسوي طبقات، بس على حسب سماكة الفينش اللي تبيه وكمية الحماية اللي أنت تحتاجها. عندك بعد اللي يجي اللي هو الأوديز أويل. أوديز أويل هو الستاندرد اليونيفرسال فينش. طريقة استخدامه سهلة، بس تحركها لين تتأكد إن كله ضايب وتفرش الكمية اللي تحتاجها بالضبط على السطح، لا تحط أكثر من اللي تحتاجه لأنه بعدين إذا جيت تنظفه إذا صار واجد بتعبك. يعني تقدر تنظفه بس إنه أول شيء هدر الماتيريال وهو مو برخيص، وأساساً ما تحتاج كمية كبيرة عشان تفنش القطع الكبار. وميزة العلبة الصغيرة هذه إنها مثلاً تفنش لك 18 متر مربع، يعني لا يغرك الحجر. الكثافة مالته جدا عالية وما يتغلغل كثر الأويل العادي اللي ديب بنتريتنج، فما يستهلك كمية كبيرة ويعطيك الحماية اللازمة. الباتر هو عبارة عن مزيج بين الأويل والواكس، يعني شيء وسط تقدر تستخدمه مرة واحدة هو كفينش أو كتوب كوت، وكذلك الواكس تقدر تستخدمه كتوب كوت آخر شيء عشان تعطي حماية، أو إذا احتجت صيانة بعد فترة تبي تحافظ على لمعة الخشب أو شيء تستخدم الواكس. ونفس الشيء ذلين منهم الدارك. الدارك هو عبارة عن نفس المنتجات بس فيها معامل أكسدة حق الخشب، يغير لونها مع الوقت كل ما لها تتعتق أكثر أكثر وتعطيك البتينة أو التعتيق اللي يسمونه. أيوة. فهذا الفرق بين الواتر اللي هو الواكس والأويل والديب بنتريتنج أويل والبتر والدارك واللايت. يعني الحين إحنا كم نوع عندنا؟ عندنا هذا البتر. عندك البتر وعندك الواكس وعندك الاويل. واكس واويل هذا انواع ديب بنتريتنج اويل اللي هو اللي يتغلغل داخل الخشب. اوكي. وعندك بعدين نفسهم في منهم دارك. ايوه الدارك هذا اقول لك فيهم النباتات تتاكسد مع الخشب وتغير صبنا. كل ما خلطته أحسن كان أفضل. طبعاً ريحته يعني كلها مواد طبيعية وآمن غذائياً ويستحق استخدام الداخلي والخارجي، يعني هو اليونيفرسال فينش على قولتهم حق أي استخدام تبيه. تأكد إنك تخلطه مضبوط، أتأكد من الكثافة. هذا يصلح مربى يا ابو محسن. والله طعمه شكله لذيذ يعني. تمام. تأكد انه يكون سائل. تستخدمه باستخدام اللي هو سكوتش تيب او سكوتش باد عفوا. طبعا الافضل 3M بس احنا الحين مو مجهزين، فقط لدينا البقاله ما في معين. فبنجرب بها. طيب. اول شيء تشبع نفس الاسفنجيه تحط طبقه عشان تشربها. بعدين تحط بس كميه بسيطه. طبعا مقسمين الخشبه بس عشان تشوفون الفرق بين كل منتج. هذا حاليا جالسين نستخدم الاوديز اويل الاصلي. الاصلي الاويل. بعدين خلاص تحطه بطريقه انك تخليه يتغلغل في المسامات. تاكد انه توزع مضبوط. مو بلازم طبقه كبيره لان اخر شيء الزايد ده كله انت بتمسحه. صحيح. إذا صارت طبقة كبيرة بتتعبك بعدين في البافين. عملية اللي هو التلميع وهي أهم عملية في النهاية. بس تأكد إنك تعطي طبقة تغطي المساحة كلها.
مثل ما قلنا كمية بسيطة تكفي يعني، لا تحط تهدر الماتيريال ولا تضيع وقتك بعدين في البف. تمام، تخليه بعدين مدة ساعة، تأكد انه مضبوط غطيت السطح كامل، وتخليه بعدين مدة ساعة، بعدين ترجع بخرجة قطن. لازم تكون قطن عشان ما تتشرب الفنش الزايد ما توزع مرة ثانية. فهذا بس طريقة استخدامه، ما تاخذ وقت ولا شيء، خلال ساعة تجي تعطي باف. اذا خلصت الباف تقريبا نعتبر شغلك انتهى، تخلي بس اليوم ثاني احتياطي الكيورنج يتم بشكل تام وخلاص تقدر تستخدم القطعة. ممتاز. طيب الحين بتضيف زيادة عليه؟ هلا خلاص ده ما يحتاج زيادة. بس المفروض انه بعد ساعة ترجع بقطعة قماش. ايوه ونشوف النتيجة. وتلم معي. اوكي. طبعا الغرشة بس تفتحها خلاص تبدأ تتفاعل. إذا سكرتها الطبقة اللي فوق يعني بتجمد وتتم اللي تحت محفوظ، إذا حبيت تكسر الطبقة اللي فوق وتستخدم اللي تحت. يعني مجرد ما تتعرض للهواء خلاص. عشان هيك احنا ما جبنا الحجم الكبير، جبنا الحجم الصغير عشان نقلل الهدر يعني، عشان نستخدمها بسرعة وما تطول عندنا. ممتاز. هذا خلصنا من الأويل، نحطه جنب هذا. طيب جرب الحين الدارك أويل. الحين نشوف الدارك. هذا نفس الفكرة نفس الطريقة نفس الشيء، تشوف الصلبة أول شيء. طبعا لاحظ اني مو بلابس قفازات، مثل ما قلنا آمن ما في أي شيء يسبب لك حساسية أو تحسس. ذبانة أحب تشارك. تخلط نفس الفكرة لين يذوب. يذوب تسبب قام يطيح. لا مالك ما يضيع شيء. حرام زي يمكن قيمة 5 ريال. هذا أقول لك يعني صدق غالي بس إنه يغطي مساحة كبيرة. يعني إذا عندك طاولات خصوصا طاولات أو عندك مشروع أصلا تقديم كمية كبيرة أو أرضيات يخدمك فيها واجد بنشات. ممتاز. طبعا التصوير ذا كله راح ينحفظ وبينعرض إن شاء الله في الستوري حق اللي يسألون. ودي تجربة طبعا سريعة بس عشان نوريكم الفرق بين الأنواع. مثل ما قلنا ذا في مواد أكسدة تخلي لون الخشب نفسه يتغير يعني شرب يتغير. طبعا الخشب ذا خشب أوك. أوكي. قلنا عشان تبين فيه العروق أوضح من غيره ويبين فيه الشكل. طبعا الحين كل ما هديته اطول بيغمق زياده لونه. اول ما تحطه بيكون فاتح. اي بس بعدين مع الاكسده. مع الاكسده يغمق زياده. طبعا انا ما خليت القطنه تتشرب فيبي له شوي زياده. بنفس فكره ابو محسن اللي هو الليف الحديد مع الخل مع نفس الشيء بس ذباتات طبيعيه. ايوه ما بالضبط. في حديد ما في مواد سامه. ايه. بس نفس المبدأ يعني يسمونه انودايزنج يسمونه لا مو انودايزنج اسمه ايبونايزنج. اها يسوون نفس اللون الايبوني يعني. طبعا الحين شوف خله وبعدين اذا رجعنا له بعد شوي بتشوف شلون لونه يرجع يغمق اكثر واكثر. هذا خلصنا من الدار. بس هذا يقول لك ذاك يخليه يتعالج بسرعه وخلاص مره واحده يغير لونه. اي صحيح. ده طول الوقت يتم يتاكسد ويغمق شوي شوي مع الوقت. يحتاج وقت عشان بعد سنه بعد سنتين تشوف اللون كل ماله يتعتق اكثر واكثر. طيب. زين عندنا البتر. تمام. البتر مثل ما قلنا هو مزيج. شفت شلون؟ مثل الزبده صلب يكون صلب. ده يعني ما تقدر تخففه تاخذه على طول بالبعد. كل ما تحكه يذوب اكثر. يعني لو تستخدم فيه ماكينه ابو محسن يكون افضل. ممكن يبي له بافينج بس ده ما يصلح لهم يعني الثاني الزيوت. بس البتر مثل ما قلنا انك تاخذ كميه تفركها بالقوه عرفت تخليها تغلغل تاخذ زياده ونفس الشيء تقدر تستخدمها فنش بروحها وتقدر تستخدمها كطبقه ثانيه فوق الزيت يعطيها حماية أكثر ويقفل لك باقي المسامات اللي الزيت ما قفلها. جميل. لأن الزيت عارف يتشرب فيبقى المسامات إذا تبغي الملمس يكون مو بخشب يكون أنعم تستخدم الواكس والبتر. شوف
شوف الان بيضل وياك يعني لانه ما تقدر تستهلك كميه كبيره يعني. بتعيش وياك العلبه هذه وهذا مو بنفس الاويل يعني ما تقفل نفسه. تقدرون تشيكون على الاسعار كلها موجودين في الموقع howitools.com. لو بحثتوا في جوجل راح يطلع لكم. دخلوا على قسم اوديز في الصفحه الاولى. اي نفس هذا الشعار. تقدرون تشيكون على جميع الاسعار والمنتجات اللي موجوده. والله هو مو عسل كان كله طبيعي 100% مو بعسل بس انه زيت وانواع زيوت مختلفه مخلوطه مع بعض. طبعا خلطتهم سريه ما اعلنوا عنها فما اقدر احكي لك ايش اللي موجود داخل يعني بس انه يعطيك الحمايه اللي تبيها حق استخدام الخارجي والداخلي يعني تتحمل دوس على قولتهم. طبعا النتائج لين الحين ما بينت بالذات مع هذا ننتظر عليه فتره وان شاء الله نصوره بروحه وتشوفون النتيجه. حاليا استخدمنا ثلاث انواع الاويل والبتر والدارك. هنا الدارك الاويل العادي وهنا البتر العادي. زين نبغي نجرب الحين اللي هو الديب بنتريتين. حجم هذا طبعا ده بيستهلك اكثر لانه طبعا كنا سايل فيشرب اكثر. طبعا ريحتها تشوفها يعني ريحتها كأنها فواكه يعني على ليمون على ليمون على يعني وانت تشتغل هم تستمتع بالريحه. هذا اقول لك يعني ما يحتاج قفازات ما يحتاج شيء تغسله يروح ما عندك مشكله يعني ما بياثر عليك. طبعا اذا جيت بعد ساعه بعد ما يبدا خلاص يتشرب الكميه اللي بيشربها لو جيت تمسح اول شيء تمسح مع اتجاه العرق. اي بعدين اذا مسحته كامل خلاص تقدر تمسحه باي اتجاه تبي. بس هذا شلون سايل ويدخل اكثر يعني. اي شرب الخشب على طول. اي والله يعني انتبه تحط سندويتش يمك وانت تشتغل يمكن تخلطه وياه. اه بس انا احس صبعي صراحه. لا هو شوف يعني العلبه انيقه واللي داخلها شكله مغري فانتبهوا تخلطونه في المطبخ ولا شيء يشوفونه العيال. نبي نجرب لون. اذا تبي شوف عندك اي لون. نجرب طبعا هذا لان الالوان كلها نفس الشيء الوان طبيعيه. تقدرون تضيفونها مع الزيوت باللون المطلوب في ازرق واصفر اخضر. تاخذ الكميه اللي تبيها قد اللي بتستخدمه عشان لا تهدر اذا بتخلط اللون. حطه في كونتينر ثاني. تمام؟ اوكي. بعدين تخلط وياه اللون اللي تبيه. اللون في واحده ورق عشان نشكل شيء سمر ما تحتاج كميه كبيره يعني. بس ما عندي كم شغله شيء لا بالدنيا شوف اذا كبيت واجد ترى بالغلط مو بالعالي. كيف هيك؟ ما اشوف عشان هاللون بني. ابشر ابشر هذا حطينا لون يا فيصل مكتوب عليه الحين برتواين على قولتهم احمر لون هذا بادوك عنابي ايوه لون البادوك لون البادوك بتخلطه مضبوط. متاكد ان البودر كله يذوب في الزيت
شوف الالوان الخطيره الله اجربها اجلت كذا نهون ما نشتري بدوك يا ابو محسن خلاص رايك اي خلاص ما ادري اسلاسي والله يلا جاهز جاهز يا فيصل جاهز هذا ضبطناك ابو علوة شوف شوف الحركات ما هنا قوة ما هنا عصابة حرقها السيكل ان شاء الله الفيديو راح ينعرض في الستوري بس نخلص راح نعرضه دايركت في الستوري اللي ما لحقوا خلطنا زيت مع لون من هذه الالوان وحاليا قاعدين نجرب على خشب الاوك على ما اعتقد وضحت الفكره شو شلون العروق ابتدت تشرب اللون وتبتدي الطبقه الثانيه الواكس والزبد الفرق بينهم يحتاج وقت فان شاء الله اذا تغيرت الالوان راح اصور لكم حاليا ما تبين الواكس مو فينش على هذا الدارك لان استخدمنا ده لا ده ياخذ وقت عشان ده هذا قلت ده هذا ياخذ وقت عشان يبين فيه اللون اما هذا ما راح يتغير نفس اللون بس هذا راح يتغير بعد فتره لانه يتاكسد مع الجو وهذا اللون اللي استخدمناه طبعا اللون بودر تحطونه مثل ما قلت لكم مع الزيت وتبتدون في التفنيش كل ما زدت الكثافة تقدر يعني الآن ده تقدر تخلط الألوان مع بعض عشان تسوي ألوان جديدة يعني ممكن لون بروحه ممتاز تقدر تركبهم وكل ما تبغى أغمق تقدر يعني تحط الكمية أكبر من الفينس طبعا جميل يعني اللي يشتغلون على الفارم هاوس ستايل جدا ينفعهم الألوان مو بس حق أوديز يعني الألوان تقدر تستخدمها بروح كصبغة يعني حق الخشب ممتاز ممتاز بس دي عشان يصير عندك خلاص فنش 2 في 1 تحاول قد ما تستطيع ان تخلي الخشب يشربه صح؟ يعني الاحتكاك يخليه يسيل اكثر ويدخل في العروق اكثر واكثر فكل ما زدت الحركة والاحتكاك كل ما كان أحسن حق الفينش بس طبعاً ما يعني ما ينصحون الشركة نفسها إنك تستخدم مثلاً ماكينة تلميع لا خله يدوي يدوي وأهم عملية اللي هي آخر عملية اللي هي البافنج بالقماش بعدين اللي تعطي الشين النهائي الزيت نوعين لا نوع على ما اعتقد الزيت عندنا هذا اقول لك في ديب بنتريتنج ايوه مخفف وهم عامل غذائيين وفي العادي اللي هو الاوديز اويل العادي هذا زين الستاندرد وفي بعد عندك البتر اللي هو مزيج بين الواكس والزيت 2 في 1 والواكس تستخدمه حق التفنيش بعدين يعني تبي حمايه اضافيه او دايركت بعد فتره تبي تسوي صيانه او شيء تستخدم الواكس عشان ترجع لها أيوة فالحين بنخليهم ساعة خلاص نرجع نمسح إن شاء الله الحين ننتظر النتائج راح أصور لكم اللوح هذا بعد تقريبا ساعة أو ساعة وشيء طبعا جبت العيد هنا عشان